السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ معانا النهاردة الدرس أو الحلقة الثالثة من حلقات التربح من الإنترنت عن طريق رفع الصور وبيعها. معانا الموقع الثالث النهاردة، احنا خدنا موقعين، وهو أول حلقة كانت شاتر ستوك، وتاني حلقة كانت جيت إيمج، ومعايا طبعا الآي ستوك اللي هم أصلا مدموجين في بعض. تمام، الحلقة الثالثة النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن موقع ثالث اسمه IEM. تمام، هندخل نكتب IEM، هيطلع لنا الموقع بالشكل ده. الموقع ده يا جماعة نفس فكرته، نفس فكرة الشاتر ستوك، بيبيع صور، ولكن هنا مختلف شوية. لازم ناخد بالنا من أكتر من نقطة. أول شيء، الموقع ده مش بس بيبيع صورة، لأ، ده بيعمل كمان بيعمل تحديات ما بين المصورين على جوائز، عشان خاطر إن أنت تدخل وتعمل صورة وغيرك يدخل يعمل صورة وغيره يدخل يعمل صورة، وأحسن صورة بيفضلوا ما بينهم وبيختاروها. تمام يا شباب، دي أول حاجة. الحاجة التانية ان انت ليك هنا جاليري. الموقع شبيه بالانستجرام كده، يعني هو نفس القصة، يعني في ناس بتدخل وفي اصدقاء ليك مصورين تانيين بيشوفوا الصور بتاعتك، بيتعمل لك عليها لايك، وانت بتعمل لهم لايك برضو على الصور بتاعتهم. كويس، ده غير ان ادارة الموقع نفسها بتختار بعض الصور بتاعتك وبتدخلها في الماركت تبعها عشان تتباع. بالإضافة لأن احنا قبل كده في الحلقة اللي فاتت احنا قلنا ان في شراكة ما بين الموقع ده وشركة جيتي ايمج، بحيث ان جيتي ايمج بتدخل بتاخد منه صور وبتدخلها عندها وبتبيعها، ودي بتبقى في خانة عندك هنا اسمها خانة البريميوم. كويس، طيب تعالى كده نتصفح كده بسرعة. الموقع ده شكله من بره خالص، اول ما هنيجي ندخل فيه هيكون بالشكل اللي احنا شايفينه ده. تمام، بيعرف الموقع ويقول ايه المحتويات والمكونات اللي فيه، وفي هنا في الفور بيزنس بيديك شوية حاجات، منها التعريف بالماركت وتعريف بالمسابقات اللي موجودة، وبيقول لك الفيجن بتاعت الاي ام اللي هو الشركة نفسها، وحاجة تانية اللي هي فور كرييتور. تمام، عشان يفهمك ان الموقع ده في منه ابلكيشن موجود على الاب ستور وموجود على الجوجل بلاي، وتقدر ان انت تصور من موبايلك وتعمل اديت من موبايلك وترفع من موبايلك وتعمل كل حاجة من موبايلك، وتشوف الجاليري وتعمل لايك للناس وتخش على المسابقات، وتستخدم الموبايل في كل شيء بدون ما ترجع للموقع او للبي سي نهائيا. كويس، المسابقات دي بتبقى عبارة عن ايه؟ المسابقات دي بتبقى عبارة عن شركات. الشركات ديت بتكون براندات وعايزة تعمل مسابقات، أو عايزة تختار صور بتاعتها تستخدمها للشركة نفسها للأيدنتيتي بتاعتها أيا كان، فبتعمل مسابقة عن طريق الموقع هنا، وبتطلب طلبات معينة، وبعد كده المصورين بيدخلوا، كل واحد بيعمل صور، بيصور صورة ويرسلها، في الاخر بيبقى في فتره معينه هم محددينها، وفي الاخر هم بيختاروا افضل صوره بالنسبه لهم، بيدوها بيدوا بيدوا لصاحب الصوره جوائز. تقريبا هي دايما بتكون عباره عن فلوس في نهايه بتكون عباره عن فلوس في نهايه الايه في نهايه المسابقه نفسها، هو بياخدها، اللي بيكسب هو اللي بياخدها. طبعا هو هنا بيقول لك الشراكة اللي ما بينه وما بين جيتي ايمج، ما بين المواقع التانية ديت، ان هي بتقدر ان انت صورتك تتباع عن طريق الشبكات التانية ديت. تمام، و خلينا ندخل على الماجازين، لان هم عاملين زي بلوج كده موجود، بيحط عليه بقى الاخبار، بيحط عليه يعني مقالات خاصة بالفوتوغرافر والتصوير وقواعد التصوير وحاجات كتير جدا يعني خاصة بالموضوع ده. طيب
طريقة التسجيل فيه، طريقة التسجيل فيه سهلة جدا، مش محتاجة أي حاجة. طريقة الرفع فيه سهلة برضو جدا، والاشتراطات بتاعته في الصورة مش معقدة زي المواقع اللي فاتت. احنا هنيجي هنا، مش هندخل طبعا في التفاصيل في تفاصيل الكرياتة بتاعة الحساب الجديد، لان هو طبعا سهل جدا وما فيهوش اي مشاكل. احنا هندخل ونعمل لوجن على الحساب بتاعنا هنا. هنا بيشوف هل انت سبام ولا لا. فاحنا بنختار الحاجات اللي فيها كارز. اوكي خلاص دخلنا. هنا طبعا مفيش بقى كونتريبيوتر لينك خاص بيه وكده، هو بتدخل على الحساب بتاعك على طول زيك اكنك بالظبط داخل على حساب للانستجرام او التويتر او اي حاجه من الحاجات ديت. يعني الصفحه بتاعتك بتكون بالشكل ده في البدايه خالص، وادي الصور اللي انت بتصورها وموجوده. خلينا بقى نتصفح الصور ديت واحده واحده كده، وخلينا نشوف البروفايل بتاعك عبارة عن ايه. طبعا هنا بيحط لك الاسم وبيحط لك اليوزر بتاعك، وبيقول لك انت عندك كام فولورز وانت متابع كام واحد وعندك كام لايك على الصور بتاعتك. في البداية فوق خالص انت ممكن تعمل سيرش هنا زي ما بنقوله، مثلا تعودنا هنعمل سيرش على الكارز. انت لو عملت سيرش هنا على الكارز هيجيب لك كل الصور اللي فيها كارز زي ما انتم شايفين اهوت، بيديك تحتيها مين المصور بتاعها واخد كام لايك وحاجات زي كده. تمام، حابب انا ادخل على الصورة دي مثلا عجبتني، بيقول لك الصورة دي بتتباع ب $20 ومقاسها كذا في كذا والجودة بتاعتها او الدقة بتاعتها قد كده. تمام، وادي الكيورد بتاعتها واللايكات اللي الناس اللي مدينها لايكات اهيت، لو عايز تعمل ريبورت على الصورة ديت لو فيها اي مشاكل او فيها كده، وتعمل كومنت من هنا. ولو عايز تعمل فولو للشخص اللي مصورها تعمل له فولو من هنا، يعني اكنه موقع تواصل اجتماعي سهل جدا في التعامل. كويس، خلينا نرجع نشوف واحد تاني وليكن صورة زي ديت. هيقول لك هنا الصورة زي ديت عشان تنباع باللاينسز بتاعت السوشيال بالمقاسات ديت هتدفع عليها $20. لو هتاخد اللاينسز بتاعتها للويب، وهو شرح لك كل حاجة وحتى الفات كمان حاطته لك، بيقول لك $50. ولو انت عايز فول لاينسز، وهتشوف برضو تقرا هنا بقى الفول لاينسز بتاعتها كلها ان انت تستخدمها في الويب، تستخدمها في السوشيال، تستخدمها في اي حاجة تانية، ب$250. وكل واحدة من دول ليها مقاسات تمام معينة. وطبعا زي ما تعودنا في كل المواقع كل فوتو بيكون موجود، كل صورة بتكون موجودة لها اي دي نمبر معين بتبقى واخداه. طيب خلينا نرجع تاني وندخل على الصفحة بتاعتنا. ندخل هنا ونيجي على البروفايل، هيجيب لنا البروفايل بتاعنا ده الشكل هو التاني اللي هو السيرش. هنعمل منه سيرش هنا عشان نشوف اي حاجة. هنا المشنز بتاعتك وديت عبارة عن التحديات او المسابقات اللي بتكون موجوده. فهنا بيقول لك اللاست ميشنز اللي موجوده اللي هم موجودين حاليا اللي هم دول. تمام، مين ومين اللي منشئ الميشن ديت او المسابقه ديت. خلينا ندخل على اول واحده كده كمثال. اللي عامل الميشن نفسها لومكس جي. تمام، هوستد باي باناسونيك. الجائزة بتاعتها هتكون لومكس جي اكس 9 او لومكس جي اكس 80 كاميرا. تمام، الميعاد بتاعها يعني الميعاد الاخير بتاعها هيكون اخر ميعاد للتسليم او لانتهاء المسابقة هيكون في 2 أغسطس 2018 الساعة 3. اوكي، بيقول لك اليور ميشن بتاعتك، بيقولها لك بالظبط هو عايز ايه بالظبط. تمام، وعايز محتاج ايه في المسابقه. بيقول لك حاليا موجود فيها 20,300 صوره. 20,300 صوره، انتوا متخيلين يا جماعه مسابقه واحده موجوده على الموقع فيها كام صوره لحد دلوقتي؟ ولسه
انتهائها في 2 اوجست، يعني لسه قدامها النهارده 27 او 28، يعني لسه قدامها 4 ايام. وفيها كام مشترك او كام صورة مشتركة؟ 20,300 صورة. وبيقول لك هنا الميشن بتاعتك، وبيديك البرايس بتاعك كمان، ان ذا فيرست بليس ويل وين وان لوميكس جي اكس 9 كاميرا، تمام. والجائزة التانية هتكون الكاميرا اللي هي جي اكس 80. والديدلاين بتاعنا اللي هو فاضل عليك 3 ايام. وبيديك هنا قواعد او رولز لازم تكون انت محققها عشان خاطر الصورة بتاعتك تتقبل كصورة مشاركة، لان 20,300 صورة دول مش لازم ال 20,000 صورة دول كلهم يكونوا كلهم قابلين ان هم او متوفر فيهم الشروط كلها اللي هي مطلوبة، لا ممكن يكون في صور منها هيتعمل لها فلترة وهتطلع بره، وبعدين يتصفى على الصور اللي هي اصلا اجتازت الشروط بتاعتهم. بعد كده لو انت عايز تدخل في الميشن بيقول لك انتر ذس ميشن، وبتتك على سبميت يور فوتو، وبتنزل الصوره بتاعتك، ماشي. كمان بيديك هنا بعض الامثله من الامثله او الصور اللي موجوده حاليا في المسابقه، اللي انت تعمل زيها، تصور زيها الصوره بتاعتك وتدخل بيها المسابقه. هنا المسابقه دي عشان ناخد فكره بسيطه كده عنها، هو المسابقه اسمها نمبر 10، يعني هو عايز يجيب كل الصور، تصور لي اي صوره فيها رقم 10 او بتوضح رقم 10، بتوضح رقم 10. بمعنى هنا بيديك امثله، يعني هنا مثلا حاطط لك العمود وجنبيه الدايره ديت، اللي هي عمود ده عباره عن 1 والدايره دي عباره عن 0. هنا حاطط لك صوره فيها ايدين، 5 صوابع وخمس صوابع. انت فكر وركز، يعني شوف انت الذكاء بقى بتاع المصورين او بتاع المسابقه نفسها، يعني هو بيوصل لك ان انا عايز اي حاجه فيها رقم 10، تمام. هنا حاطط لك صوابع رقم 10، هنا 1 و0، شايفين؟ هنا لو جيت عديت الخطوط ديت هتلاقيها 10، تمام. او لو حطيت 1 وهنا جنبيها 0 هتلاقي 0. هنا الشجره دي عليها 10 عصافير او 10، مش عارف ايه اللي موجود هنا ده، المهم ان ايه الطائر ده 10 منه، هنا رقم 10، اوكي. هنا لو بصينا هنلاقي هنا 1 وهنا 0، حلو قوي الكلام ده. هنا 1 0 1 0 1 0، شايفين؟ هنا مثلا ال1 وال0، شايفين؟ هنا ال1 وال0، اي حاجه هنا مثلا رقم 10، تمام. اي حاجه فيها رقم 10، فاحنا في كل مسابقه ايه الحاجة اللي انت هتعملها، وبيديك امثلة عشان خاطر انت تعمل حاجة زيها. طيب لو حبينا ندخل على الصور بقى المشاركة وندخل نبص عليها برضه، احنا ممكن نيجي هنا وندخل على عدد المشاركات ديت، وهنشوف بقى تحف يا جماعة الناس مصوراها في المسابقة ومشتركة بيها. كل واحد طبعا داخل بصورة او 2 او 3، ما عندكش مشكلة، ممكن تعمل اكتر من صورة تدخل بيهم، كويس. هما في الاخر بيختاروا صورة واحدة بس من الصور اللي موجودة دي كلها، حلو الكلام كده. طيب خلينا نرجع تاني ونشوف مسابقة تانية برضه، عشان يبقى الميشنز كده احنا ايه خدنا فيها حاجات كتير. هنا مثلا المقدم المسابقة هو نفس الموقع IEM، ماشي، اووردز، جائزة IEM لسنة 2018، وحاطط لك فيه، شوف كل ده دي الجوائز بتاعته، بس هو حاطط لك ايه بقى هنا؟ حاطط لك في كل واحدة، تمام، حاجة معينة. يعني مثلا لو احنا دخلنا هنا هيقول لك ذا فاشن فوتوغرافر 2018 IEM Award، جايزة IEM للمصورين الفاشن، كويس. الجايزة بتاعتها هتكون وين؟ اتريب تو برلين، هنبقى في جايزة رحلة لبرلين او جير او اند اذر برايسز، وفي حاجات تانية او جوائز تانية. الانتهاء بتاعها هيكون 1 اوجست 2018. وبيشرح لك هنا الميشن برضو، فيها 25,400 صورة موجودين لحد الان، ممكن انت زي ما قلنا تحط اكتر من صورة. البرايس بتاعتك وان لاكلي وينر ويل ريسيف ا تريب تو برلين اند all category winner
will receive gear and be featured in IAM special award. يعني المهم ان هو في جوائز تانية غير الرحلة بتاعت برلين. الديد تايم بتاعها فاضل يومين عليها، وبيديك برضو هنا بعض الصور اللي كأمثلة ان انت تعمل زيها. بيفهمك بمعنى صح ايه نوع الصور او ايه نوع الصور اللي انت تقدر تقدمها في المسابقة ديت. زي ما احنا شايفين كلها صور عبارة عن صور فاشن. كويس. طيب احنا كده خلصنا الميشنز، ندخل تاني على حسابنا في البروفايل. هنا الصور بتاعتنا كلها اللي احنا منزلينها، هنا عدد الاعجابات بتاعتنا زي ما احنا شايفين اهو، كل واحدة بتاخد كام اعجاب كام لايك بيتحط عليها، والكومنتات برضو بتكون جنبيها. يعني لو في مثلا اي كومنت ولا اي حاجة موجودة في الصورة برضو هو بيحط لك ان هنا في كومنت هنا في كومنت وهكذا. مثلا هناخد الصورة ديت هندخل فيها. كويس. هيقول لك هنا ان هي اون ماركت. اون ماركت يعني هو بيقول لك لو جينا وقفنا على علامة التعجب الصغيرة ديت هيقول لك ان اون ماركت دي معناها this photo is for sale on IEM market. يعني بمعنى اصح الصورة ديت موجودة دلوقتي حاليا في الماركت بتاع الـ IEM للبيع، معروضة للبيع، وان انت هتبقى هتاخد منها 50%. تمام. في كل عملية بيع للصورة ديت. ماشي. اذا الصورة ديت هتنباع في الماركت، وعلى كل عملية بيع انت هتاخد 50% من سعر البيع بتاعها. يعني لو هي 20 دولار انت هتاخد منها 10 دولار، لو هي 5 دولار انت هتاخد منها 2.5، وهكذا. بيكون موجود هنا برضو الكيورد بتاعتنا، وهنا بيكون موجود الكومنتات اللي موجودة هنا، وهنا الشخص نفسه المصور بتاعه. تمام. حلو اوي الكلام ده. طيب هنسيب ده شوية كده، وهنيجي ننزل تحت خالص كده على الماركت ونشوف الماركت بليس بتاعنا عبارة عن ايه. ادي الماركت بليس بتاعنا بالشكل ده. دي اختيارات الموقع، وفي الترندنج الحاجات الترند اللي موجودة، ومتقسمة كمان لكاتيجوري سواء اللاف سواء البيزنس أو 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 أي حاجة من الحاجات ديت. تمام. غير هنا ان في بعض الوكالات موجودة زي ليكزس زي كانون زي هواوي، حاجات كتير كده، شركات كتير جدا واخدة صور منها. ادوبي واخدة الصورة ديت، اودي واخدة الصورة ديت، ليكزس واخدة الصورة ديت، وهكذا. يعني في اكتر من شركة تراستد للموقع ده. خلينا نشوف البرايسنج. ادي البرايس ليست بتاعتها. بيقول لك على بير فوتو دايركت داونلود بتاخد الستارتنج بتاعك 20 دولار. يعني انت على كل صورة انت هتعملها ودايركت داونلود على طول ليها بتبدأ الستارت بتاعها من 20 دولار. حلو قوي ده. انت لو داخل بتعمل بس صورة وطالع، بيبقى في حاجات عروض تانية او باكجات تانية موجودة بيبقى فيها بقى ديسكاونت وفيها حاجات زي كده. يعني زي مثلا هنا الفوتو باكس ده باكج تاني بتاخد عليه 30% ديسكاونت، وبتاخد الايمج ريسيرش سيرفيس بيكون موجود عندك. في السبسكرايب زي المواقع اللي احنا القديمه اللي احنا شفناها قبل كده، ده برضو فيها بتاخد 50% اللي هو بيبقى اشتراك سنوي او شهري، بيبقى بتاخد 50% ديسكاونت، وبتاخد اكسس على الميشنز نفسها، تقدر ان انت تعمل ميشنز او حاجات من ديت. وفي باكج اعلى برضو بيبقى له كاستوم بلان، يعني انت بتختار او بتهيئ انت لنفسك البلان اللي انت عايزه في عملية الدفع. بيقول لك هنا برضو كمان احنا لو شفنا من شوية كنا شايفين صورة هتنباع، فكان فيها السوشيال لاينسز وفيها الويب لاينسز وفيها الفول اكسس. هو هنا
الفول لاينسز هو هنا دلوقتي حاطط لك بقى الفرق ما بين كل صورة والتانية. لما هتيجي انت هتيجي تشتريها بالمبلغ ده، تمام، هيكون مقابل ايه الصلاحيات بتاعت كل صورة. فبيقول لك السوشيال لاينسز مثلا هناخد على السريع كده ان 28 دولار، والريزوليوشن بتاعها 72، لكن الويب 50 دولار، والريزوليوشن بتاعها فول سايز، بتاخد الفول سايز بتاعها. لكن هنا في سوري في السوشيال ميديا بتاخد الماكسيمم سايز بتاعها 1200 بكسل، هنا بتاخد الفول سايز بتاعها، وبتاخد بتاخدها بريزوليوشن 300، الفول لاينسز ب 250 دولار وبتاخدها فول سايز وريزوليوشن 300. ولكن ديت زي ديت دلوقتي، لكن في حاجات تانية تحت احنا لو قعدنا نقراها بقى هنشوف الخصائص بتاعت كل واحدة التانية، تمام، هنلاقي ان هي طبعا بالتدريج كده موجودة. كل واحدة هيقول لك بقى دي بتتعمل فين، ودي تقدر تستخدمها في ايه، ودي تقدر ما تستخدمهاش في ايه، دي ليك صلاحيات فيها تشتغل فيها ايه، ودي مالكش صلاحيات، وهكذا. اللايسنس اجريمنت بتبقى موجودة هنا كلها، انت تعرف تقدر تعمل لها داونلود او تنزلها تشوفها بي دي اف، وتشوف اللايسنس بتاعت كل واحدة منها، بتاعت السوشيال وبتاعت الويب وبتاعت الفول لاينسز، كلها بتكون موجودة هنا، تمام. فآدي النقطة بتاعت البرايس. خلينا بقى نرجع تاني للأكاونت بتاعنا في البروفايل. هنا البروفايل اهوت، احنا خدنا الصور وخدنا شفنا الحاجات دي كلها، تمام. خلينا بقى نرجع ل نقول هنا، طيب هنا بقى بيقول لك انت حاطط كام صوره، انت حاطط 96 صوره. من ال 96 دول في الماركت اللي هيتباع 73 صوره، يعني اذا الصور ديت لو انا حددت على الماركت عندك 73 من اصل 96، تمام، هم دول اللي دفع عليهم. يعني انت نزلت رفعت على الموقع 96 صوره، منهم 73 صوره هم بس اللي اتوافق عليهم والباقي اتكنسل. لو لاحظنا في الدرس الاولاني خالص ان شاتر ستوك رفضت ديت، لو انتوا فاكرين شاتر ستوك رفضت دي عشان فيها كلام، لكن هنا لا، ده قبلها ودخلها كمان الماركت. لو تلاحظوا ان ديت شاتر ستوك رفضها عشان ايه؟ عشان اللاينسز اللي موجوده او الريليسز اللي موجوده فيها اشخاص، لكن هنا قبلها ودخلها الماركت. هنا فيها لارج جروب اوف بيبل، برضه هو قبلها، هناك بيرفضها. اذا هنا يا جماعه معيار اختيار الصوره بيختلف من موقع للاخر، كل موقع له معيار او له شروط عشان يختار الصوره. من اسهل المواقع اللي بتختار الصور ما بترخمش عليك وانت بتنزل الموقع ده، خصوصا عشان خاطر موضوع الريليسز بتاع الاشخاص. هنا هو ما بيطلبوش كتير زي المواقع التانية. يبقى اذا احنا عندنا 73 صورة هنا في الماركت، وهنا لو ضغطنا هنا هنلاقي 11 بريميوم. يعني ايه بقى الفرق؟ البريميوم ديت هي هتلاقيها موجودة في الصور اللي هي 73 دول. يعني لو تلاحظوا هنا 73 ادي اول واحدة والتانية والتالتة، دول كلهم موجودين هنا، هم في البريميوم. ايه يعني ايه بقى ايه الفرق؟ هقول لك انا حضرتك. احنا فاكرين لو احنا لما قلنا فاكرين لما قلنا ان الجيتي ايمج في شراكه ما بينها وما بين الاي ام، وان الاي ام الجيتي ايمج بتاخد صور من الاي ام وتحطها على السيرفر بتاعها وبتبيعها، ووقتها انت بيبقى ليك نسبه والاي ام له نسبه والجيتي ايمج له نسبه. هي ديت بقى، هو هنا الجيتي ايمج خد من الصور بتاعتي اللي موجوده هنا 11 صوره، ال 11 صوره دول عباره عن صور موجودة في الماركت بتاع اي ام تتباع، وموجودة كمان في الجيتي ايمج ممكن ان انت تقدر تبيعها، تمام يا شباب. طيب لو جينا هنا دخلنا على الصورة دي مثلا بصينا عليها كده، هيقول لك هنا ديت بقى سيلكتد فور بريميوم كولكشن. لو انا ضغطت على العلامة التعجب ديت الايكون ديت وقريت بدأت اقرا اللي تحتيها هلاقي ان في بيقول لك سيلكتد فور بريميوم كولكشن، ذيس فوتو از فور سيل اون اي ام ماركت، يعني هي هتتباع على الماركت بتاع الاي ام. ات واز اولسو سيلكتد فور ديستريبيوشن تو جيتي ايمجز تو جيتي ايمج اند اذر بارتنرز via the premium collection. يعني وايضا كمان ان هي هتنباع على ال
جيتي ايمج، ومش بس الجيتي ايمج، وفي ايضا في بارتنرز تانيين هيدخل معاهم الصورة ديت في الماركت بتاعهم وتنباع. في اي مكان هتنباع الصورة انت you will receive 50% ليك انت كأرباح من بيع الصورة ديت في اي موقع من المواقع اللي هتنباع فيها. تمام، اظن كده الموضوع مفهوم، والفرق ما بين البريميوم والماركت والبروفايل العادي. كويس يا شباب. طيب نرجع تاني للبروفايل بتاعنا. خلاص كده احنا عرفنا البريميوم هتاخد 50% من هنا ومن المواقع التانية، وكذلك هنا هتاخد 50% بس فقط هنا. تمام، وهنا الفوتوس كلها حاطط لك اللي هينباع والبريميوم والعادي اللي ما تقبلش كمان. جميل يا شباب. طيب لو انا دخلت يبقى انا كده البروفايل بتاعي اظن كده واضح، كل البروفايل ما عادش فيه حاجه خالص تاني. انا دلوقتي هدخل فيه هنا النوتيفيكيشن، هو هنا بيقول لك بقى ان فلان اعمل لايك، ماشي، ان بقى فولورز عندك المفروض انت كمان تدخل تعمل فولو عنده، ماشي، وهكذا. فلان مثلا دخل عمل لك لايك على الاربع صور دول كلهم مره واحده، وهكذا. كويس، العلامة ديت علامة الابلود، هنرجع لها كمان شوية ان ازاي احنا نرفع الصور بتاعتنا اللي هتشارك. هنضغط على الايكون بتاعنا احنا، هيقول لك في هنا الايرنينجز اللي هي قائمة الارباح بتاعتنا. برضو الحساب هنا برضو لسه جديد، معمول للشرح، فبرضو الحساب لسه مفهوش عمليات بيع. هنا لازم هنا في البيبال برضو لازم يكون عندك حساب بيبال، فاحنا خلاص خلينا متفقين ان اي حساب هنشترك فيه لازم البيبال يكون معانا عشان نعمل كونكت عليه على طول. وهنا بيقول لك البي اوت هيستوري والريدي فور بي اوت، لما تبيع هنا هيقول لك هنا ليك قد كده فلوس، دي الريدي اللي هي ايه جاهزه ان هي تندفع لك. اخر حاجه هنا السيتنج، السيتنج هنا بقى بتحط فيها المعلومات بتاعتك كلها، وبتظبط السوشيال والسوشيال شيرنج لو انت عايز تعمل كونكت على الحسابات بتاعتك من هنا، بحيث ان انت لما تجيلك تطلع ترفع هنا صوره تعمل لها شيرنج على طول في الحسابات بتاعتك دايركتلي. الايكون الاخيره ديت هيكون فيها البلوج الخاص بالموقع، وهيكون فيها الميشنز تاني، وهيكون فيها الهيلب سنتر، وبعض بقى الحاجات اللي هي الخاصه بالاي ام. كويس، حلو قوي. يبقى انا دلوقتي لما اجي هنا اضغط على رفع الصوره، تعال نجرب ان احنا نرفع صوره من عندنا، يا نرفع من الجهاز، يا عندي الدروب بوكس موجود، وعندي الجوجل درايف، وعندي الكلير، وعندي الجوجل فوتو، كلها ممكن اعمل لها امبورت على طول على الحساب هنا، ولكن انا بفضل ان انا اشتغل من على الجهاز عندي على طول. هنرفع نفس الصوره اللي احنا رفعناها هناك في موقع جيتي ايمج، انا اضغط على الصورة بتكون بالشكل ده، يتعمل لك ابلودنج اهوت، خلص الابلود بتاعها، وصلت عندي هنا على طول، بيديني المقترحات بتاعة الكيورد، بيقول لي هنا حط الكيورد بتاعتك، هحط على طول فود اند درينك وفود وريدي فود فور ايت ريدي تو ايت وفرايد وبوتيتو فاست فود ووايت باك جراوند وكلوز اب ونو بيبل نو بيبل وايت باك جراوند. الحاجات ديت لازم يا جماعه تبقوا حاطينها في الصور طالما هي موجوده. سناك، لان الموضوع ده بالذات في ناس بتبحث عن حاجات خلفيتها بيضة، فدي بتسرع لك معدل ظهورك في محركات البحث بتاعت الموقع على طول. يعني عندك كمان فرايد تشيكن، فينش فرايز، دور، يعني احنا حطينا 13 من 25، عايزين نحط حاجة تانية مثلا زي ريستورانت مثلا. انا بس ببدأ اكتب اول حرفين ثلاثة، وهو بعد كده بيديني على طول الكيورد كامل، وبيقول لك الكيورد ده موجود عنده، موجود في كام صورة قبل كده. هندخل على الديسكريبشن،
كويس، او الكابتشن اللي هو زي الديسكريبشن بالظبط. هنكتب ده يعتبر التايتل بتاعنا، هنكتب فيه كريسبي تشيكن ويز بوتيتو. شوف السبيلنج بتاعنا، البوتيتو ممكن نزود هنا اون اون وايت باك جراوند تيبل. حلو كده يا جماعة. طيب نضغط هنا تاني، عايز تحطها في الماركت وتبيعها تضغط على التشيك بوكس ده، مش عايز خلاص. ممكن تقدر ان انت تعمل كذا صورة، ترفع كذا صورة، وان انت تضغط على ديت ترفع كذا صورة مع بعضيها. اوكي انا خلصت كده، هروح اعمل بوست اول فوتو. اظن مفيش اسهل من كده، سهلة جدا وسريعة جدا وما فيهاش حاجات تلخبط وما فيهاش امور كتير تخليني انا ازهق من الرفع يعني، او ما فيهاش امور كتير صعبة زي المواقع اللي فاتت. هنا دلوقتي بيديك الرسالة بيقول لك يور فوتو هاز بين بوستد، خلاص اترفعت واتحطت تمام، و بيقول لك ابلود مور ولا جو تو بروفايل. لا خلاص جو تو بروفايل. لو جينا دلوقتي عندنا الصورة هنا، عندنا بدأت هي 96 بقت 97 صورة، ولكن هنا 74 في الماركت و11 في البريميوم. ليه؟ حاليا انا صورت ماشي، ولكن انا لما صورت مش معناها ان هي حتى موجودة على السيرفر عندهم ومش هتبان، لا هي هتبان في البروفايل بتاعك على طول، مش زي المواقع اللي فاتت كنا بنرفع ونستنى هتبان ولا مش هتبان، هيرفضوها ولا هيوافقوا عليها، ولو وافقوا عليها هل هم هيوافقوا عليها وخلاص ولا هيوافقوا عليها هناك، كان هيوافقوا عليها ولا مش هيوافقوا عليها، احنا بننتظر لما يشوفوا، لو هيوافقوا عليها هتنزل معانا، لو مش هيوافقوا عليها خلاص بتترفض ومحدش بيشوفها خالص نهائي. لكن هنا لا، هنا في هنا في طريقة تانية، ان هو كده كده اول ما انت بتنزلك اوريدي هي كده كده بتنزل في البروفايل بتاعك، لان يعني انت هنا عندك بروفايل زيه زي الانستجرام وزي الحاجات التانية تقدر تعرض عليه الصور، ولكن هي حاليا اندر ريفيو. تيجي هنا نشوف الحالة بتاعتها، هنا اندر ريفيو يعني بيقول لك ان الصورة دي دلوقتي حاليا موجودة تحت المراجعة ماشي، our reviewing team الفريق بتاع المراجعة بتاعنا will take a look at it before accepting، يعني بيبص عليها ويشوفها هل هي صالحة ولا لا قبل الموافقة عليها. بعد كده هيقول لك يا اما في الماركت يا اما هيقول لك لا في البريميوم والماركت مع بعض. تمام بكده يبقى احنا اخدنا المعلومات كاملة عن الموقع الجميل جدا ده، اتمنى ان انتوا تعملوا فيه اشتراكات وتبدأوا تشتغلوا عليه وترفعوا عليه، وان شاء الله الحلقة الجاية هناخد الموقع الرابع، وهو هيكون موقع 500 بيكسل 500 بي اكس. الموقع ده برضو من المواقع المحترمة جدا والجميلة جدا، تقدر تبيع عليها الصور، وان شاء الله انا هحاول ان انا اوسع في الدورة شوية وهزود حلقات اكتر. ان انا قررت ان شاء الله ان انا ادخل كمان في مواقع تانية هدخلها معانا للبيع، بحيث ان هو يكون عندك محصلة في الاخر حوالي 6 أو 7 مواقع انت هتفتحهم وتسيفهم عندك في الاكسبلورر، عندك يكونوا جاهزين كل ما تعمل صورة وتظبطها وتعدل عليها وتجهزها للرفع تبدأ تفتح ال7 مواقع دول مع بعض وترفع الصورة بتاعتك كلها في ال7 مواقع تمام، وتعمل تجهيز بتاعها وتستنى الابروفال من التيم بتاع كل موقع لحد ما ان شاء الله ينزلها عندك في عنده في السيرفر بتاعه وتبدأ تتباع ان شاء الله وتجيب دخل. اتمنى ان الحلقة تكون
مفيدة، وأكون ما طولتش عليكم، وإن شاء الله نتقابل في الحلقة الجاية إن شاء الله، وأشوفكم على خير، السلام عليكم.